هذه الأصوات لم تسمع منذ عامين، منذ أن طالت يد الشر مدينتنا. ها هي الشواهد شاخصة لجريمة العصر الكبرى، إحدى أكبر الجرائم المنظمة ضد شعب عرف عنه كل الخصال الحميدة، شعب تواق للحرية، شعب جبل من طينة الحب الخالصة، شعب انشغل عبر تاريخ وجوده على هذه الأرض بالبناء والإبداع، لم يكن يوماً ما عدواً أو نداً لأي كان، تعود أن يعلم الآخرين معنى الحب والوداع، لأنه تشرب بها عبر مسيرة تاريخه الحافلة بالمعاني السامية. شعب يعلم الآخرين معنى الرقي ومعنى البناء. قبل أكثر من سنتين كانت هجمة الدولة الإسلامية على مدينة الموصل. نتيجة هذه الهجمة هاجر أغلبية سكان الموصل خاصة من المسيحيين، وبعد ذلك بشهرين تقريبا في بداية آب كانت الهجمة الأخيرة على جميع قرانا وبلداتنا المسيحية والشبكية وحتى اليزيدية في المنطقة في سهل نينوى، ومضى على تهجيرنا أكثر من سنتين، وكنا دائما نأمل بالعودة إلى مناطقنا لأننا فعلا هجرنا من دون أن يكون لنا أي سبب مقنع لتهجيرنا. علاقاتنا كانت دائما مع الجميع طيبة خاصة نحن المسيحيين، فاستغربنا لماذا نكثوا بنا وخانونا إلى هذه الدرجة. الأيادي الخبيثة عبثت بتاريخ بلدة يمتد إلى عمق التاريخ، اغتالت الحياة في كل ركن من أركانها، اغتالت الطفولة وكل ما يمت للحياة بصلة. القرآن يجيب القرآن، نسينا القرآن، القرآن والسيف. منذ 6/8/2014 غادر شعب هذه المدينة أرضه التي نما كالزهر فيها منذ مئات السنين وسقاها بدمه ودمعه، غادرها لكي يحمي وجوده التاريخي. كنا نأمل أن نعود إلى قرانا ونجد ما يعزينا، إلا أننا اصطدمنا بالحقيقة لما رأينا حجم الخراب الذي حدث في مدننا وبالذات في كنائسنا، ومع الدمار استغربنا على هذه المحاولة الجديدة والغريبة التي لاحظناها بالذات في قرانا المسيحية، وكانت إضرام النار في كنائسنا وفي أغلبية بيوت أهالينا، أكيدا مع النهب والسلب ومع التدمير الكامل لبعض البيوت خاصة البيوت المحيطة بالمدينة وبقرانا. هذا الأمر زعزع ثقتنا من جديد، وقمنا نتساءل كيف نحن يمكننا أن نعود ولنا الرغبة أن نعود إلى مناطقنا، أن نعود وأقول مجددا لنا الرغبة، لأن مناطقنا هي مناطق ورثناها من آبائنا، ونحن نفتخر بهذا الورث الذي ورثه لنا آباؤنا منذ القديم حتى منذ قبل المسيحية، ونعرف حجم الدماء التي
أهرقوها آبائنا في سبيل الحفاظ على مناطقهم، على كنائسهم، على تراثهم، على أدورتهم. ونعرف أيضا كم سفكوا من العرق لكيما يعمروا هذه المناطق، ولهذا مناطقنا لها قيمة ثمينة في نفوسنا. ونحن وفاء لآبائنا نريد دائما أن نعود حتى نواصل الشهادة التي قدموها أهالينا لنا. ولكن استغرابنا هذا أنه كيف نعود ثانية ونحن رأينا ما حدث بنا وما حل في ديارنا، خاصة من هذا النار الذي أضرم في كثير من قرانا وبلداتنا. أهي بقاياهم تدوسها أقدام المحررين لتعلن بداية تاريخ جديد لأمل ما زال معلقاً بخيوط الصباحات القادمة. حتى الطيور غادرت أعشاشها في مجرسيات الكنائس كما غادر أهل المدينة بعد أن طالها التنكيل والتهديم المتعمد. وها هي اليوم تعود مع أولى بشائر التحرير لتعيد دورة حياتها مع أهلها. ولأجل ذلك ولأني أنا واثق بأن شعبي يعود، لكنه يريد أن يعود بعد أن يكون له ضمانات دولية خاصة، وبعد أن يكون له الأحقية في أن هو بذاته يحكم قراه ومدنه، وبعد أن تصفى مناطقنا ليس فقط من داعش المسلح ولكن من أفكار داعش المتطرفة التي لا تقبل الغير، لا تقبل الاختلاف معها لا باللون ولا بالثقافة ولا بالدين. وبعد أن تنقى هذه الديار من الألغام وكل ما يسبب الدمار ثانية، وبعدما تؤمن هذه المناطق من الناحية الأمنية لكيما يطمئن أبنائنا بالعودة والعيش معها. أهي شواهد أخرى وما أكثرها، استباحوها حرقا لتتصاعد أعمدة الدخان منها معلنة حرق ذكريات الطفولة المستباحة بأقدام همجية. تعالت سحب الدخان في كل أرجاء السهل العزيز، تعالت سحب الدخان تعبيرا عن الحقد والكراهية. من هنا مرت الدولة الإسلامية لتعلن للعالم أجمع بأن الظلام عم على هذه المعمورة. أقول هنا أيضا، وهذا عامل ضروري أراه لزاما على الشعوب التي تريد فعلا أن نعود إلى مناطقنا، أن تكون لنا يد المعونة لكيما نعود ونعمر من جديد هذه المناطق ونعيد إليها الأمان والاستقرار والحضارة، وهكذا فعلا تكون فرحتنا ويمكننا أن ننسى ونتناسى ونتجاوز هذه المحنة لكي نستمر أن نعيش في مناطقنا. منطقتنا هي عزيزة على قلبنا، ونفتخر دائما نحن بديانتنا وبحضارتنا التي أرادت الدولة الإسلامية أن تلغيها من واقعنا. من هنا مر الكفر الجديد بالآخر ليعلن تجفيف منابع المعرفة، يعلم العالم درسا في الاضطهاد، يعلن نهاية كل ما هو عذب وجميل، يستنسخ أزمنة غابرة، أزمنة الجهل واللامبالاة، أزمنة العبث، أزمنة اللا حياة، أزمنة لونها أسود وعلمها أسود وفكرها أسود.